أهلا بكم مشاهدينا مجددا، ننتقل الآن وياكم إلى فقرة الصحة. تعتبر العملية القيصرية من العمليات المنتشرة بكثرة اليوم، وحتى الآن يصاحبها الألم وفترة التعافي الطويلة والمزعجة، ففي حال كانت الأم عندها أبناء آخرين يحتاجون وجودها معهم بصحة جيدة والعودة إلى حياتها الطبيعية في أسرع وقت وبأقل معاناة ممكنة. وتعتبر دولة الإمارات في طليعة دول العالم في مجال التعافي السريع بعد العمليات الجراحية بشكل عام والقيصرية بشكل خاص. لتعرف أكثر مشاهدينا على هذا الموضوع يسرنا نرحب ويانا الدكتور مدحت شلبي، استشاري ورئيس قسم التخدير وعلاج الآلام والتعافي السريع بعد العمليات الجراحية. أهلا وسهلا فيك دكتور، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. حياك الله دكتور، يسعد صباحك وحياك معنا مرة ثانية. الله يخليك دكتور. يعني إحنا دائما نشوف إنه ما شاء الله العلم في تقدم في تطور. قبل كده تكلمنا بشكل مبسط عن التعافي السريع وعن التخدير أيضا بشكل عام ومن عدة نواحي، بس إيش هي الطرق اللي لازم إحنا نتبعها اليوم تحديدا مع العملية الجراحية القيصرية عشان نتعافى بشكل سريع ونتخلص من أثار هذه العملية؟ عظيم جدا. إحنا أولا في مفهوم التعافي السريع زي ما اتكلمنا عليه قبل كده ونفكر السادة المستمعين له، إن التعافي السريع ده مفهوم دلوقتي بقى موجود في العالم كله. كان الحمد لله لي الشرف ان انا اكون اللي بدات فيه في الشرق الاوسط كله الحمد لله، بس هو كان الاول مفهوم في العمليات الجراحيه الكبيره خالص. ف وهدفنا ان احنا المريض يعود الى حياته الطبيعيه، سواء مريض او مريضه بعد العمليه الجراحيه، يعود لحياته الطبيعيه باحسن شكل وبدون معاناه طويله وباسرع وقت. تمام. زي ما قلت لحضرتك ان ده كان مفهوم بس ومعروف في العمليات الكبيره خالص. دلوقتي اللي بداناه هنا الحمد لله بداته هنا في الامارات، وان شاء الله الاتحاد العالمي للتعافي السريع اقتنع باللي احنا عملناه في الامارات الحمد لله، وكون مجموعه عمل عالميه ما فيهاش حد من قاره افريقيا ولا قاره اسيا ولا قاره امريكا الجنوبيه غير انا الحمد لله، ان احنا نطبق المفهوم التعافي السريع على العمليه القيصريه. فده جديد جدا جدا الحمد لله. يعني وطبق هذا المفهوم على القيصريه الحمد لله، احنا مطبقينه ان شاء الله بقالنا سنتين مطبقينه، وان شاء الله الاتحاد العالمي هيطلع التوصيات اللي احنا بنكتبها دلوقتي سنه 2019، فاحنا كده نبقى سابقينهم حوالي يعني باربع خمس سنين. الحمد لله. انزين دكتور، بالنسبه يعني نحن اليوم نتكلم عن القيصريه بشكل عام، يعني هذا الشيء ممكن تعاني فيه الام عند ولادتها بمحتمل انها تولد طبيعي او قيصريه، هالشيء بسبب المعاناه هذه او التخوف هذا اللي هو الشفاء السريع مثل ما ذكرت والمضاعفات الممكن ان يتعرض لها الجرح ما بعد العمليه، كيف نحن من الممكن ان نتعامل مع او نعتني بمنطقه الجرح حتى لا يصيب لها التهابات، وكيف طبقتم عمليه التعافي السريع على القيصريه؟ عظيم. اللي احنا مطبقينه دلوقتي هو المريضه اللي محتاجه عمليه قيصريه. الولاده الطبيعيه طبعا لها حاجات تانية بنعملها، انما في الولاده القيصريه احنا مش بس بنهتم بمكان الجرح، احنا بنهتم بالام من اول ما يقرر لها ان يتعمل لها عمليه قيصريه. فاول ما بيقرر لها ان هي هتعمل قيصريه، طبيبه او طبيب امراض النساء يقرر ان السيده دي هتحتاج عمليه قيصريه، ده بدايه الرحله. ساعتها نمره واحد بنديها فيديو لينك، وده موجود وممكن لو اي مشاهده عايزه تخش عليه تكتب بس التعافي السريع بعد عمليه القيصريه دكتور مدحت شلبي، هيطلع لها على اليوتيوب. ده فيديو احنا سجلناه مخصوص عشان الام تتعلم فيه وتعرف الرحله، لان احنا بنعتبر ان الام او المريض عموما في اي عمليه شريك معانا، يعني احنا بنعمل كل ده عشان المريض، فهو شاركنا لازم يعرف، وده جزء اساسي تكون ملمة من بالظبط كده، لازم يبقى فاهم ايه الخطوات لانه بيتعاون او هي بتتعاون معانا. صحيح فعلا. تمام.
فبعد كده بنعمل ايه؟ خلاص اديناها الفيديو بتبص عليه وتسمعه، ونقول لها في الفيديو انك بعد ما تخلصي الفيديو تكتبي اسئلتك اما تيجي تقابلي طبيب التخدير. بتيجي بعد كده تقابل طبيب التخدير في العيادة، وبنرسم سوا سياسة العملية القيصرية ايه اللي هيحصل اثناء بقى يعني ده قبل كده، وبنحاول كمان نعالج او نحسن كل حاجة عندها. يعني لو عندها شوية أنيميا نحاول نعالج الأنيميا، لو عندها ضغط عالي نحاول نحسن الضغط، لو عندها سكر نحاول، يعني بنحاول نجيبها يوم العملية في أحسن وأكمل صورة بالنسبة لها. بعد كده بيبدأ بقى رحلتها أثناء العملية. أثناء العملية بنديها البنج النصفي اللي هو من أحسن الحاجات اللي الام اللي بتعمل عمليه قيصريه ده التكنيك اللي مفروض مناسب لها جدا. فبنديها كده، بنحاول انها ما تتعرضش لاي بروده. يعني لو اي حد من اللي بيسمعنا النهارده كان اتعرض لعمليه جراحيه، كتير منهم يفتكروا ان طلع من العمليه وحس برعشه او حس ببرد، ده مفروض ما يحصلش خالص. احنا لان ده من دور طبيب التخدير، واحنا عندنا في المستشفى بنقول ان احنا ما بنعالجش الرعشه والبرد، احنا بنمنحهم. الوقايه خير من العلاج. فاحنا ده بنطمن كل مريضه عندنا انها مش هتشعر برعشه ولا ببرد. الالم وده حاجه مهمه جدا جدا بنعالجه علاج ممتاز. ليه؟ لان هو ده اولا ده حق من حقوق الانسان انه يعمل عمليه من غير ما يتالم. ده حق من حقوقنا فعلا، يعني حق الانسان. تاني حاجه، لان لو في الم الام او اي مريض بعد العمليه مش هيتحرك بسهوله. واحنا من اهم حاجات في التعافي السريع ان المريض بعد العمليه يمشي ويتحرك. فاحنا بنعالج له الالم كمان له او لها عشان تقدر تتحرك. والتغذية بنبدأ بالأكل والشرب. عندنا المريض مهما كانت العملية بيطلع من أوضة العمليات في غرفة الإفاقة بيبدأ يشرب مية على طول مباشرة. على طول. زمان خالص كنا بنقول إن إحنا ما بنأكلش المريض أو نشربه إلا ما نسمع صوت الأمعاء. دلوقتي إحنا العكس تماما، بنقول إن إحنا بنأكل ونشرب المريض عشان الأمعاء تشتغل. فمثلا بننصح المريضة ماشي مضاعفات ولا سايد افكت؟ لا بالعكس، ده بالظبط كده. شوفي حضرتك الأحسن بقى إن إحنا بنحسن الكواليتي بتاعت وتجربة المريض أثناء العملية وبعد العملية، وفي نفس الوقت المضاعفات بتقل جدا جدا جدا. لأن المضاعفات بتيجي إن العيانة أو العيان راقد في السرير نايم. صحيح. وده غلط. طيب يعني هنا دور المريض ومشاركته جدا مهم. تمام. عشان نوصل نحقق عملية التعافي السريع. بس متى فعليا يقدر المريض انه هو يمارس حياته الطبيعية بأسرع بشكل ما يمكن؟ طبيعي. احنا في عملية القيصرية بالذات من بعد 24 ساعة من عمل العملية المريضة تبقى قابلة للخروج من المستشفى. واو. تمام؟ قابلة، يعني مش محتاجة لنا في المستشفى على الإطلاق. هنا في الإمارات أنا ما بقدرش أقول لهم كده، لأني إيه ما أقدرش أقول للأم خرجي. بس بقول لها أنت من الناحية الطبية مهيئة، ممكن تخرجي. تمام، جاهزة للخروج. مطبق عليكي أو كل الكرايتيريا، كل القواعد اللي بتقول إنها صحتها كويسة وممكن تخرج موجودة. عايزة تقعد لأسباب تانية أهلا وسهلا، بس عنايتنا إحنا انتهت وخلصت كل اللي لها عندنا، وبقت بتاكل وبتشرب وبتحرك، تخش الحمام، كل حاجه بتعملها في خلال 24 جميل. ساعه. جميل. صحيح. جميعنا نعلم نحن متى تلجا المراه للولاده القيصريه في حال لو تعسرت الطبيعيه ولم تستطيع المراه على ذلك، لكن فعليا دكتور يعني عقب هذه العمليه الجراحيه اللي ممكن تعاني منها كل سيده، كيف ممكن يتم تعويض كل جسم من العناصر ممكن انه يفقدها، وايضا تعويض الدم المفقود؟ يعني وايد ممكن الام تخسر دم من جسمها اثناء العمليه. بالضبط. شوفي ربنا سبحانه وتعالى اول يعني ربنا مدي الانسان القدره ان الجسم بيعوض نفسه بنفسه. فانا بطمن كل امهات، اولا عمليه الولاده القيصريه ما فيهاش دلوقتي الحمد لله اي نزف اكتر من الولاده الطبيعيه، فنفس الكميه تقريبا هي اللي بتفقدها.
فده ربنا سبحانه وتعالى جعل الأم قادرة على تعويض ذلك تماما. أيه. بالنسبة للأكل والشرب زي ما قلت لحضرتك إن الأم بتبدأ تشرب في الإفاقة في غرفة الإفاقة وبعدين بتبدأ تاكل وتشرب بأسرع ما يمكن. صح. فهي تماما زي ما بقول حياتك يعني أنا عندي فيديوهات برضه لو دخلوا المشاهدين على اليوتيوب وكتبوا الولادة القيصرية دكتور مدحت شلبي هيطلع لهم فيديوهات فيها صورة أمهات يوم العملية بتتحرك وبتمشي وبتشيل البيبي حاجة كدا طبيعية جدا يعني جدا. كده حنخلي النساء والأمهات يلجأوا أكثر للعملية القيصرية وهذا بالأساس هذا اللي حاصل. إحنا بنشوف كثير من النساء صاروا يلجأوا للعملية القيصرية أكثر من الولادة الطبيعية. هقول لحضرتك هو قد يكون ده مظبوط إلى حد ما بس إحنا برضو الطب وحتى التعافي السريع بينصح الناس العودة للطبيعة. يعني دلوقتي فيه اهتمام كبير جدا بالرضاعة الطبيعية، اهتمام صحيح. جديد جدا بالولادة الطبيعية. احنا ما بنقولش بس بنطمنها وبنقول لها ان في حالة ما احتجتي قيصرية انت تجربتك هتبقى تجربة جميلة لا تقل، بالعكس اسهل، ان ما في مخاوف. تمام، مفيش مخاوف. يعني أنا بنتي عملت عملية قيصرية اختيارية، هي اختارت، احنا اخترنا لها انها تعمل عملية قيصرية. طبعا ما بنصحش الناس بكده، انما ده اللي عملناه. ليه؟ لاطمئناننا الكامل ان اللي هتعمل عملية قيصرية اقل حتى في التعب من الولادة الطبيعية. بس برضو ما بننصحش. يعني احنا بنقول ان لو اختيرة للمريضة انها تعمل عملية قيصرية بطمنها جدا جدا ان تجربتها ان شاء الله هتكون بسيطة وسهلة وتعود في 24 ساعة تبقى كأنها ما عملتش اي عملية. رائع جدا. بالنسبة للعملية القيصرية يعني جدا تحسين ان فيها مخاوف، وان رغم ان الدكتور سهل الموضوع أعطانا فكرة حقيقي. والله يعني أنا بنصح المشاهدين يخشوا على اليوتيوب ويدوروا. أنا بشرح فيه لمدة 50 دقيقة إيه اللي بيحصل في العملية القيصرية بالكامل. صحيح. إنزين موضوع يعني شيق، والواحد فعلا لما نيجي يفكر بأي طريق يختار. لكن في بعض النساء دكتور تتعسر معهم بالعكس أو ما ينفع لهم الولادة القيصرية، صح؟ لا، هو ممكن الولادة الطبيعية تبقى صعبة فنعمل لها قيصرية. العكس ما يصير؟ لا، العكس ما يصير. يعني زين، ممكن بعض السيدات ايضا ما تقدر انها تسوي قيصرية او ان تجاوزت العدد المسموح للعمليات. دي قصة تانية طبعا. ودي موجودة هنا وبرضو، بس دي اطباء امراض النساء يتكلموا فيها اكتر. يعني احنا بنشوف هنا واحدة جاية تعمل قيصرية للمرة الرابعة او الخامسة، ده خطر فعلا فعلا. هتعدي بالسلامه ممكن، انما احتمالات الخطوره واحتمالات المضاعفات زي ما حضرتك كنت بتقولي بيبقى عالي جدا. فبرضه لو بننصح بنقول لهم لو دخلتي في سكه العمليه القيصريه 3 معقول ماكسيمم. حتى انا اقول دائما عمليتين ماكسيمم، مو 3. 3 تبتدي هني المضاعفات هتبدا بقى. وكل ما يزيد الرقم كل ما تبقى الخطوره متعبة. اكتر كتير متعبة. اكيد. فبننصحهم برضو لا، لو دخلوا في سكه القيصريه يبقوا حريصين جدا جدا. نشكرك دكتور مدحت شلبي، يعني كثير الشكر، يعطيك الف عافيه على هالمعلومات. استشاري ورئيس قسم وعلاج الالام والتعافي السريع، يعطيك الف عافيه. شكرا يا فندم. يعطيك العافيه. شكرا. انطلقت يوم امس بطوله الفجيره الدوليه للقدره الشطرنجيه وبمشاركه 135 لاعبا من 16 دوله عربيه واجنبيه. رصدت كاميرا صباح الخير يا وطن لنا هذه الفعاليه من خلال هذا التقرير، فنتابع.